السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأعزاء، طلاب الفرقة الثانية في علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات. هنستعمل مع بعض المحاضرة الأولى في مادة نظم التشغيل الحاسب. المادة دي بعنوان الأنظمة الرقمية والمعلومات الحاسب، عندك 4 أبواب، الباب الأول باسم الأنظمة الرقمية، الباب الثاني العمليات الحسابية والأنظمة العملية، الباب الثالث الجبر الثنائي والمعادلات المنطقية، الباب الرابع التوفيق المنطقي. بالنسبة للباب الأولاني نتكلم عن خصائص الأنظمة الرقمية. النظام الرقمي عبارة عن مجموعة من الإشارات أو سيجنالز. عدد الإشارات للنظام الرقمي يساوي اسم النظام. أي نظام يجب أن يبدأ من الرقم 0 وتتبادل الأرقام بالتتابع بدون انقطاع. أكبر رقم في هذا النظام هو عدد الإشارات أو اسم النظام مطروحًا منه 1. الأنظمة المشهورة اللي عندي في النظام الثنائي اللي هو باينري سيستم، النظام الثماني أوكتل سيستم، النظام العشري ديسيمال سيستم، نظام السادس عشر هيكساديسيمال سيستم. دي اشهر انواع الانظمه الرقميه. في حاله الارقام الصحيحه لما يكون عندي نظام عشر هيكساديسيمال سيستم انا بترجمه ازاي؟ المعادله اللي قدامي دي بتحدد لي ازاي افك الرقم عشان اعرف مكوناته، ليه الرقم ده بيتقري بهذا الشكل. ولو كان الرقم فيه جزء هي وجزء كسري هيبقى المعادله الجزء ده الجزء الصحيح والجزء ده الجزء الكسري. الجزء الصحيح الباور بتاعه بعدد الحالات البوزيتيف، وفي الجزء الكسر عدد الحالات بالنيجاتيف. على سبيل المثال لو عندي الرقم 5137 وال10 بين القوسين تحت دي بنسميها نظام 10. فهنرتب الارقام دي بنسميها المعاملات. الرقم بتاعي من الشمال 5437. احنا عارفين من الانظمه الرقميه في النظام العشري ان السبعه دي بتسمى خانه الاحاد، الثلاثه خانه العشرات، الاربعه خانه المئات، الخمسه خانه الالوف. فخارج بنبدأ تلقيم او وضع المعاملات من ناحيه اليمين. من ناحيه اليمين خانه الاحاد هنديها الكود A0، الرمز A0، خانه العشرات هنديها A1، خانه المئات هنديها A2، خانه الالاف هنديها A3. الزيرو والواحد والاثنين والثلاثه معناها الرقم ده هيتضرب في 10 اس 0، الرقم ده هيتضرب في 10 اس 1، الرقم ده هيتضرب في 10 اس 2، الرقم ده هيتضرب في 10 اس 3. فلما تيجي تفكها هتبقى الخمسه مضروبه في 10 اس 3 يعني 5000، ده انا بقرا الرقم 5000. الاربعه مضروبه في 10 اس 2 يعني 4 في 100، انا بقول 5400. الثلاثه مضروبه في 10 اس 1 دي هتبقى 30. السبعه مضروبه في 10 اس 0 هتبقى 1، يبقى 5430 و7 يديني الرقم بتاعي 5437. وهنتابع بعد كده باقي الانظمه الرقميه ازاي احول الرقم بتاعي من النظام العشري للنظام الثنائي الثماني السادس عشر، سواء كان صحيح او كسري والعكس بكل الحالات.